بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. محدثكم الدكتور رشيد عبيد، ممثلا عن المترشح لرئاسيات سبتمبر 2024، الأستاذ عبد العالي حسين الشريف. الأستاذ عبد العالي حسين الشريف في برنامجه فرصة التي أعطانا إياها هذا اليوم لنتحدث مع جمهور الناخبين ونعلمهم على أن هناك فرصة وأن هناك رأي جديد بإمكانه أن يسهم في تنمية الوطن وتنمية الاقتصاد الوطني. أهم وأبرز معلم ونقطة جاءت في برنامج الأستاذ عبد العالي حسين الشريف هي الاستثمار في المورد البشري، هذه الثروة البشرية الهائلة التي حب الله الجزائر بها، لابد أن تلقى العناية الكافية، لابد أن تلقى العناية الكافية باعتبارها هي أساس التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وأساس لصناعة الحضارات كذلك. ما شهدته العقود السابقة والعقود الماضية هو عدم الاهتمام بهذه الثروة الهائلة التي حب الله بها الجزائر والتي يحسدنا عليها الكثيرون من خارج هذا الوطن العزيز، فلم تلقى هذه الثروة، هذا المورد البشري، هذا الإنسان لم يلقى الاهتمام البالغ ولا الرعاية السليمة التي تجعله منتجا للثروة ومنتجا للخيرات في هذا البلد ومساهما بالأساس في تحقيق هذه التنمية، بل كانت هذه عدم الرعاية وعدم الاهتمام بهذا المورد البشري سبب هذا المورد البشري وعدم الاهتمام به سبب بروز سلوكيات وبروز مظاهر اجتماعية سلبية على غرار الهجرة غير الشرعية، على غرار تعاطي المخدرات، على غرار العنف، وأصبحت هذه السلوكات المرضية تميز جزءا وفئة من هذا المجتمع للأسف الشديد، لأنها لم تعطى له ولم يوفى حقه من الرعاية السليمة والمرافقة الدائمة التي يحتاجها هذا المورد البشري. في برنامج الأستاذ عبد العالي حسين الشريف فرصة للاهتمام بهذا المورد البشري، الاهتمام بهذا المورد البشري في بدايته وجاء ذلك في المحور الرابع هو الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالطفولة والاهتمام بالأمومة، اهتمام بالأسرة باعتبار أن الأسرة هي المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعية التي ينشأ من خلالها الطفل ويتربى في أحضان أمه. جاء في برنامج الأستاذ عبد العالي حسين الشريف الاهتمام بالطفولة ومن خلالها الأمومة، حيث يعرض الأستاذ عبد العالي حسين الشريف في برنامجه فرصة توفير منحة لهذه الأم كتحفيز لهذه الأم كي تربي هذا النشأ على أسس ومعايير وقيم أخلاقية مستمدة من ديننا الحنيف، باعتبار أن استقرار الأسرة هو أساس بناء المجتمعات وأساس بناء الدول والبلدان. هذه الأسرة التي تعرف خلال هذه المرحلة وتعرف خلال العقود الماضية تحديات كبيرة تهدف إلى المساس باستقرار هذه الأسرة، إلى المساس بعدم تماسكها وعدم وحدتها حتى لا تنتج هذه الأسرة رجلا وإنسانا وفردا وموردا بشريا صالحا. فالأسرة هي الأساس في تنمية المجتمعات وهي الأساس في تنمية الدول، إذا صلحت هذه الأسرة وكانت مستقرة كان استقرار المجتمع وكانت بذلك تنمية الأوطان وتنمية البلدان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من إعادة الاعتبار للتعليم وللمنظومة التربوية والاهتمام أساسا بالعاملين في هذا القطاع، إرجاع هيبة الأستاذ وقيمة الأستاذ من خلال تعزيز المدرسة من جديد بمجموعة القيم التي تحافظ على وتيسر أداء دورها المنوط بها باعتبارها أنها المؤسسة
مؤسسة التنشئة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة. وجب رد الاعتبار لهذا المربي، هذا المربي الذي كان يعرف فيما مضى على أنه يؤدي الدور الأساس في خدمة هذه الوطن. وجب أن نحافظ على البيئة المدرسية من خلال مجموعة من الإجراءات ومن خلال مجموعة من الأساليب التي تحمي أبناءنا وتحمي تلاميذنا وتحمي كل المتمدرسين وكل المتواجدين في هذا الفضاء، تحميهم من الآفات الاجتماعية. لابد من تعزيز عديد الأساليب التي تسهم في هكذا أمر. هذا ما جاء جزء فيما جاء من برنامج الأستاذ عبد العالي حسيني شريف فيما يتعلق بالاستثمار في الموارد البشري، قلنا من خلال الاهتمام بالأسرة وتمسكها واستقرارها باعتبارها هي المؤسسة، مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأولى، ثم كذلك الاهتمام بقطاع التعليم والعاملية به وتوفير الجو المناسب المنوط بالاستثمار في الموارد البشري. دون أن ننسى في الأخير أن نذكركم بأن تصوتوا جميعا ليوم 7 سبتمبر للأستاذ عبد العالي حسيني شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.